هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات من محافظة المنوفية. فيها تم محو 167 ألف شخص خلال هذا العام. أما مطار مرسى علم فاستقبل 14 رحلة دولية على متنها ما يقرب من 3000 سائح. كمان معنا تفاصيل لفحص 1534 مواطن في قافلة طبية في دمياط وتشغيل جهاز مبادرة الكشف والعلاج عن بعد بالقمصيون الطبي بمطروح. أخبار تانية هنستعرضها في التقرير الجاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها أن فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمنوفية حقق المركز الأول على مستوى الجمهورية بدورة إبريل 2024 بنسبة 198%، وبلغ عدد المتحررين من الأمية 67,029 متحرر من مستهدف 32,670 أمياً بنسبة نجاح 205% في العام المالي 2023-2024، بهدف تحقيق نتائج متميزة من أجل الوصول لمحافظة خالية من الأمية والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. أعلن جدول تشغيل رحلات الطيران أن مطار مرسى علم الدولي استقبل 14 رحلة طيران دولية قادمة من مختلف مطارات أوروبا على متنها حوالي 2800 سائح من جنسيات متعددة، ويعد هذا الاستقبال ضمن 144 رحلة طيران من المتوقع أن يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري في ظل إجراءات وقائية واحترازية مشددة، إضافة لمراجعة دقيقة للإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال. أعلنت مديرية الصحة في دمياط أنه تم إطلاق قافلة بكفر الدهيمة بكافور الغاب بمركز كفر سعد خلال اليومين اللي فاتوا، وده ضمن خطة شهر يوليو الجاري تضمنت 11 عيادة بإجمالي 9 تخصصات طبية وتردد عليها 1534 مواطن وتم توقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان. أعلنت مديرية الصحة بمطروح الانتهاء من تركيب وتشغيل الجهاز الخاص بالمبادرة الرئاسية الكشف والعلاج عن بعد بالكوميسيون الطبي، وتم تدريب الفريق الطبي على كيفية استخدام الجهاز، وتم استحداث الخدمة بالكوميسيون الطبي لمناظرة بعض حالات نفقة الدولة ولجان الإعاقة. افتتحت مديرية أوقاف الفيوم 5 مساجد بعد الإحلال والتجديد في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله. شملت المساجد اللي تم افتتاحها مسجد أبو ذر الغفاري بمركز أبشواي، ومسجد عمر بن الخطاب بمركز سنورس، ومسجد الهجرة بمركز طمية، ومسجد عبد القوي شعبان، ومسجد طلبة حسين الشرقي بمركز سنورس. أعلنت محافظة أسوان عن إعداد موقع خاص بالمساعدات الإنسانية لتدشين قاعدة بيانات حول المستحقين لتحقيق ضمان وصول الاستفادة لمستحقيها ومساعدة عدد أكبر من الأسر الأكثر احتياجاً، وبتعمل المحافظة على وضع آلية ومنظومة للعمل الأهلي والتطوعي من خلال إعداد موقع خاص بيضم قاعدة بيانات دقيقة ومحكمة للمستحقين للمساعدات الإنسانية من الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية. استقبل 13 مسجد في شمال سيناء قافلة مشتركة من علماء الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية. بتأتي هذه القافلة في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء ضمن نشاط القوافل الدعوية المشتركة لمحافظة شمال سيناء.